جدية ظاهرة تكتنف عملية تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أكثر من 4 أشهر ونصف من الدوران في حلقة مفرغة. وترى أوساط سياسية أن فك أسر الحكومة يعود إلى تحسب أفريقيا أساسيين من زيادة الضغوط الإقليمية مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية المشددة على إيران في نوفمبر المقبل. ويظهر تواصل المشاورات المكثفة سعيا لتذليل العقد الأخيرة. نحن نتمنى أنه اليوم اللي عم نشوف هذه المشاورات اللي متلاحقة اللي عم يأخذها الرئيس سعد الحريري واللي كمان عم يلاقي فيها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، نتمنى أنه فعلا تثمر إنتاج أو تأليف حكومي بأسرع وقت ممكن. تكشف أوساط سياسية أن العقدة الدرزية قد حلت بعد تنازل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن مطلبه حصر التمثيل الدرزي الثلاثي بفريقه السياسي، فقبل بتسوية تقضي بأن يكون الوزير الدرزي الثالث توافقيا بينه وبين خصمه طلال أرسلان القريب من التيار الوطني الحر. ويتمثل آخر العقد بحصة حزب القوات اللبنانية الذي يريد 4 وزارات وازنة ويتنازع مع التيار الوطني الحر على وزارة العدل في ظل تمسك حزب الله بوزارة الصحة، علما أن الوزارات السيادية 4 ستوزع كالتالي: الدفاع لرئيس الجمهورية، الداخلية للمستقبل، الخارجية للتيار الوطني الحر، والمالية لحركة أمل. شعور القوى السياسية بخطورة الواقع الاقتصادي والضغط الخارجي على لبنان بأن يكون ضرورة أن يكون هنالك حكومة فاعلة، سواء للتعاطي مع موضوع صدر واحد ونتائجه. هذا الواقع دفع بالقوى السياسية أن تخفف بعض الشيء من غلواء مطالباتها. وسط التفاؤل المشوب بالحذر، انعكس انتعاش عملية التأليف إيجابا على بورصة بيروت في وقت يأمل رئيس الجمهورية الاحتفال مع الحكومة الجديدة ببدء السنة الثالثة من عهده في نهاية أكتوبر. هذا السراي الحكومي الذي غابت عنه الحركة الرسمية طيلة الأشهر الماضية يستعد لاستعادة دوره في مرحلة حافلة بالتحديات، فالحكومة دخلت مربع التشكيل الأخير في انتظار حل العقد المتبقية من خلال تقديم المزيد من التنازلات وإسقاط الأسماء على الحقائب. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.